الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. شديد الكرام، صحة فطوركم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشغل مش عيب. اليوم حتكون حلقتنا من داخل منطقة البركة وتحديدا تشاركية البركة لتجهيز المناسبات، كما عودناكم دائما في حرفة جديدة وصنعة جديدة مع شباب ليبيين. نحب نوجه تحية لرأينا الرسمي شركة لميس لمواد التنظيف. خلوكم في المتابعة. السلام عليكم. سلام الله يا محمد، شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ راح بيك على برنامج الشغل مش عيب. مرحبتين بيك. شو امورك؟ شو جو رمضان؟ الحمد لله. شو جو الشغل؟ حركه ما شاء الله. الحمد لله 100 100 والله. حميده، طبعا بالناس حتى تعرف كم لك انت في الحرفه هذه وامتى خشيتها؟ والله الحرفه هذه يعني ما يقارب لي من 9 10 سنين. يعني هي جت فكره منك انت او هي من الوالد او حاجه جايه من هي فكره من واحد كيف والدي هو صاحب الرزق، واصلا الرزق هذا يعني مفتوح من قبل ما جينا على الدنيا. فانا من اول ما جيت على الدنيا فبديت نمسك في الرزق ومسكت الرزق هذا. ففكره الرزق والخيمه والتركيه هذه يعني الميزه اللي فيها ان احنا شباب اللي بيما بعضنا مسكينه، يعني كل اللي يشتغلوا في يعني انا اللي ماسك السياره وانا يسوق وانا اللي نتفق مع زبون وبرضه انا يركب، والعمال اللي معي كلهم ليبيين ما شاء الله. يعني ما شاء الله تشاركين كلنا يعني كلها ليبيين وصاحب الرزق ليبي وكلها ليبي. زيدنا في دقيقه وميزه الشغل هذه يعني خشين عليها نحن مش طريقه عنا عمل ونبوا منها فلوس، عم نمشي نركبوا الزبون خيمه او عقود هني يعني كاننا نلعبوا. يعني اصبحت يعني هوايه يعني انا نمشي للشغل، انا نمشيش بهدف اني نبي فلوس ونروح، نمشي كاينه هوايه اني انا واللي معايا ما تنتعاند ونحكوا كيف وسط اللعب وانتم تحكوا فوق الخيام ما فيش وسط اللعب. لا يعني على السلوم ما تقدر نشوف ماني كمل اكثر، يعني تمشي بسرعه بسرعه جو السمح يعني مش بشغل شغل وعناد وشمس فنمشوا فيها هكي نحن. بيني انت حميده يعني حتى شغلتكم ما هيش سهله، فيها شيء حديد اكيد فيها تركب مع السلم خطيره يعني فيها شيء حديد وفيها عالق ضيف فيها انتباه واجد يعني تبي له حذر 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 يعني. يا حميده انا مثلا لو اليوم انا بنجي واقول لك يا حميده والله انا عجبني جوكم شباب ليبيين وانا ليبي نبي نخدم معك. مرحبتين بك. فتره باش انا نتعلم الشغل كم ناخذ معك؟ والله هي الشغل كما قلت لك من بدري انا هو بديت الشغل هذه كطبيعه من هناك فكر عندي انا تحبها تعلمها في يوم يوم في يوم يعني تحبها بس يعني انت نيتك انك تتعلم يعني دير ماكسيموم اسبوعين 3 اشهر تقعد برف يعني برف. طب انا حميد اليوم حكون معك انا كعامل تمام، حنعيش معك اليوم اجواء التركيبه للخيمه ومن شيلتها من بدايه من هنا من المحل لان ما تركبين الا انا امس كنت داير عرض في التركيه فللاسف انت جيت اليوم. اليوم عندي انا خيمه صغيره مره 6 في 6 تركب الحمد لله الروح ما عندها جابره. لا 6 في 6 نزل اليوم هذا سمح الحمد لله. جاتك 6 في 6 ما عندكش مشكله تشاركني حتى الناس من ابوهم شي يطفش من اول يوم يقول لك نبي نخدم نركب خيم يلقانا طالعين بجرار حديد يقول لك لا 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 اليوم خيمه ظريفه اليوم مره 40 زكات ركبن واختي ما تقرب انت من تنفذ باري يا رجل من الاول انت بس انت صافي النيه وتلقاها اهم حاجه يوميتي تكون حاضره ما عندكش مشكله. سلمك من اول صحيح سلمك. مشاهدينا الكرام، انا حموده من مدينه سبها
جوال بنغازي هنا باش يشتغل يعني يتغرب من مدينته توا، لكن الحمد لله يعني مازلت في ليبيا ما طلعتش برا ليبيا. لا يعني الحمد لله ما تعتبرش غربه، ما تعتبرش غربه لانك قاعد بين خوتك وهلك بلادك مزال تمام. لكن احنا ديما حتى البعد عن الاهل وكذا تحس بشعور الغربه حتى ولو انت قاعد في وطنك. لما تجي اليوم كيف رمضان عاصفه الفطور تستحش العائله، ما مش نقلب عليك المواجهه، لكن ربي يحفظك ونشدوا على يديك واستمر في شغلك، لان ريت حتى اللي بيشتغل ما يتعبش، مش يسيب مدينته باش يدور شغل يلقاه. يا بالي ان احنا الناس يجونا من برا ليبيا ويشتغلوا. حموده لما جيت البنغازي هنا الفتره اللي خذيتها باش لقيت شغل كم الفتره اللي قعدتها؟ مده شهر هيك او اكثر، شهر ونص. جيت بعد دغري اول شغل اشتغلته تشاركي هنا؟ لا خادم قبل في بنكين. بنكين بعدها ما عجبكش الجو شكلها غادي طول يعني مش ولاد بحر لمده 9 شهور. 9 شهور قمت بعدها سيب. بعدها جيت تشاركيه. هذا جيت تشاركيه يعني. شو الجو شكلك انت مستقر في التشاركيه؟ عجبك الجو؟ لا تمام. مع ان انا كان نجينا بنخيم بين شغلك في البنكينة وشغلك هنا اوعى. لا هنا اسهل بالعكس. أنا حديدي ونية يا جماعة الخير، بس مش إن الموضوع اللي أنا جاي متخوف منه الموضوع. لا الحوت أصعب. شنو اللي أصعب فيه؟ الحوت أنت كنت يعني مش تخدم بيع وشراء وكذا؟ لا مش بيع وشراء. مركب. نخدم عتال في عتال شاركية. يعطيك الصحة. تعب أكثر من شاركية خيام، شاركية خيام خفيفة في المتا وسمحة. جو بتاع تنطير بالسلوم. جوها سمحة تطلع تحس روحك طويل فوق، الناس لوطة. ولعب فيها حتى نحن نشوفه حتى الناس اللي تركب ديما يعندوا في بعضهم يعني. قبل ما يركبوا يجروا هم اثنين بالسلوم مش جهادي تحس ان الشيء كانهم شاربين الشرب. تعود سريع عليه. تعود على الحركة. على تركيبة الخيمة. طبعا بدري انا سمعت حميدة الله يطري بالخير صاحب اللي معك في التشاركية قال لك احرف عليه. ما تاخذش كلامه 100% يعني نبيك تعلمني اليوم. لا ما عندكش مشكلة. مش تنزل علي انت تقول لي هات شيل واخذ. لا لو تعلمها بالسهل ان شاء الله. ان شاء الله هي. هل انت يا حموده معانا؟ طبعا نحن الخطوه الاولى حميده يا كمان بنمشي صح؟ تفضل حموده. نحن الخطوه الاولى تو بنمشي للمخزن. ايوه بنمشي للمخزن تو باش ناخذ العده بتاعت الخيمه اللي بنركبها. ايوه وكالة. ناخذ هذا التركيب اليوم نحن والشباب. نركب الخيمه. طبعا حميده طبعا ديما هيك الاتفاق حيكون في جهه المحل الغادي وال طبعا اتفاق الطلبيات بتاخذوا فيه من هنا. ايوه هنا الحديد. حديد هنا. انا المخزن تاع الحديد اللي نلعبوا فيه. غادي الرواق وني كلها قاعد غادي. الرواق والدباش كلها غادي. فهنا احنا نلعبوا حديدنا نرفع في الكراج. احنا طلب الزبون طلب منا مربعين بس المربعين في المربع هو يقعد هذنا وصلات ثلاثة اسمها وصلات هذنا اسمها وصلات ثلاثة. كم ناخذ وصلة؟ هذه يطلع المربع ياخذ 5 وصلات في المربعين ياخذ 10 وصلات. فنحن مطلوب منا تو 10 وصلات ثلاثة. وعندنا قوائم حمود انت خذ قوائم تاع مربعين 6 قوائم. ما سكت هناك يا عقيتها. ايوه منزل هنا حطنا على جنب نبقى 6 اخرى من هذين. ايوه نبقى
بسم الله لا ولا من البداية هذه مش شبت لبيدي طبعا فرحان بتساعد لقيها وين يا بيتي هذه وين تو كم عندنا وصلة نحن؟ نحن تو عندنا ما زال لي وصلتين وصلتين بس ايوه ست قوانين دغري حط على الحديده اللي فوق لمس الحديده اللي فوق الاول تو نزلها عادي نزلها كيف خير خير تبي جوا جوا تمام هو كمان الحديد ناخذ سلومنا ونسكر مخزننا ونعدوا مكان الزبون مش نعدوا الركبه يب والله ننصح جماعة الحديد كده هذه تيجي تخدم هنا شهر سكر روحك تراي والباقي رباني بدون حبوب وبدون بروتين خذ لك بروتين طبيعي ولا حموده نعم قلت لهم بدون صاله جيت تشتغل الشغله هذه شهر ما شاء الله الله يسلي على النبي نحن اثنين في واحد دارينا تحس حتى انا هذا كنت برا في حديد اكثر حاجه مساعدتني في الحديد وكذا حيسمعوني اصحابي في الصاله مخلوف طبعا تبرلوا فيها اكثر حاجه يقول لي شيل الوزن خليك تشيل الوزن بسرعه اكثر حاجه مساعدتني هي يعني فيها فايده صحه لي وفيها مكسب وفيها ورياضه في نفس الوقت نروح نسوي نتريب مع بعضنا ان شاء الله طبعا مرات العدد البسيط يخلي في شويه متعب بالشغل ولا ضروري لما يكون عدد كبير يسهل يتقسم المهام عليهم اكيد اذا عم يقعد عدد كبير اسهل بس شنو هي الفكره في الشغل هنا حتى اثنين يقضوا الموضوع بس شنو يقضوا فاهمين بعضنا كيف ما نوقف عمود فاهمين بعضنا حتشوف انت كيف نعرف بعضنا بالطريقه بدون يعني بدون ما نجوا نحن حتركب الخيمه خلاص حتى التعود لان مجرد ما ندرسوا عند الزبون حمودة عارف شو بيدير وانا عارف شو بندير يعني مش حنتناقش ولا كلمه عند الزبون حمود تمام حق يعني عارف ندرس انا السلام عليك يا استاذ مرحبتين وين تبي مكان الخيمه؟ وين تبي مكان الخيمه يشرح لي هو كيف الطريقه هنا خلاص انا وياه نفهم كل هذا الله يعطيكم صحة ونوش نشوف الجوار تو نشوف المشاهدين كيف تركب الخيمه وانت طيب سلامك تفضل الحمد لله يعني قدرت تدير شغل تمرمد بدري مش تعرف انت تاخذ المسؤوليه تعرف كيف تشتغل مش مهم بالسهل صح الحمد لله تو احنا حنعطلوا شويه حندرس شويه احنا حلينا شويه نقاش تعب الدنيا والخدمه فاي جديات واحد لما يتعب بدري يلقى روحه عرفت تو لولا انا تو مع اخويا محمد حركبوا لكم الخيمه انا طبعا حكون معهم عامل اضافي ثالث لكن مش حكون 100% لكن اليوم حاب نتعلم منكم يا حميده كيف الخدمه تكون وكيف الناس حتى الشباب اللي ممكن يقول والله انا مش محصل عمل ياخذ فكره على ممكن يمشي للصنعه هذه ويحبها ويحاول يكون فيها اكيد كلام جميل تو احنا نبدا اول خطوه ان احنا عابين الحديد تو ثاني خطوه ان احنا ناخذ تو الرواقات على الخيمس الحديد هذه ناخذ الرشه من المخزن ونعدل الزبون طبعا الزبون طبعا احنا طريقه عملنا لان فاهمين ما ياخذش منا العمل 10 دقائق لان فاهمين بسرعه بس انا تو كزبون كهو صاحبي صديقي فانا عرضت عليه فكره وقلت له في شخص انه بنعلموه حناخذ وقت شوي على ما لنا شوي هو قال لي ما فيش مشكله مش مشكله وعلى ما لكم بنعلموه وحده وحده بارك الله فيك احنا نبدا بشوي بشوي
ما احنا حمود الراجل وتلنا المكان وفضل لنا مطلوب منه هو عنده مناسبة للأسف مش عارف شنو هي بس يبي المربعين هن في الباكية بيها احنا حنبدو فيه أول حاجة تنزل طبعا الحديد أول حاجة تنزل لا حنحول الرواق بالجنب حنصدفوه بنظام هن تمام كيف طريقتنا عشان يسهل علينا الحديد تمام نزل الرواق أوكي حنحطوها قدران هن بجنب فوق مش مطلوب باش تعرف تتحكم في الحديد باش نقدر نفتح الباب ونقدر نعمل الحديد بعدها بنفرش الحديد تمام تمام عندنا الاساس طبعا احنا شنو نعطيك من الاساس هي الخيمه تاعتنا وتاعت الشرفيه كذا بصفه عامه العرض تاعنا ستاندر اللي هو 6 متر 6 متر هي هي هذه 6 وهذه 6 تمام هذه فوق فنحن حنكيلوا بهذه حناخذوا هذه 6 لوكي هنشوفوا وين المكان اللي طقال ضربها منها الراجل اللي هو وين اللي هو هو تمام طبعا حنحط الحديده لوطه بس تبدا هذا عرض ترسم خيمتنا. ترسم الخيمه لوطه ايوه نبدا نرسم خيمتنا كانوا جانب لكن توا ما شاء الله يعني نشجعوا الشباب اللي بين اللي يشتغلوا في المهنه هذه بارك الله فيهم ونشدوا على ايديهم راهو الشغل ماهوش عيب قاعدين يخدموا امور طيبه بالعكس انهم مبسوطين ماهوش يخدم توا مثلا مجبور او غصبا عنه يخدم مبسوط وحاب مهنته قال لك انا ما ننزلش من السلوم يعني حاب مهنته الرجاء يعني اشتغل وحب ما تشتغل يعطيك الصحه منورين بس انت قبل ما تعدي لازم حتجرب تمشي على سلوم شويه لا لا نحاوله ترى لما تكون الحلقه هذه بعد يدي مكسوره لك راح تو عندك فكره عليها انا تو مثلا تمشي على سلوم طبعا ثاني ما تمشيش هيدا تمشي على الثالثه اركب تمشي هنا ايوه ارفع لا تو ايوه لا ننزل نقطه كراك اخرى لا اوكي صح نزلها نقطه ايوه تو دفها شورك السلوم دفها ايوه يمين ويسار قدم واخر قدم واخر ما صارش منها جرب هزها به ايوه هيك ارفع شوي ايوه بس بجديات كيف تحرك فيه؟ ما هي فكره تعود بس هي لا ممكن لاني اول مره لكن نحس فيه انه هو هو شنو انت حركه دفك قدام ولا ورا؟ جرب كانك بتعزق روحك قدام لا انا قريب من نازق اللوحه بك بدي خلينا ننزل ما ادري ليش العدل هيك شويه انزل انزل ثبت ماسك يك صح اعزائي المشاهدين ما شفتوا اليوم عشنا يوم حلو مع اخونا حميده يوم شاغف متعب بالنسبه لي انا بارك الله فيك نشكرك وانك كنت معنا اليوم في برنامج شغل مش عيب ولا يهمك لو تبي حاب توصل حاجه للشباب قبل ما نختم معك والله مش غلط عادي نوصل لهم فكره البرنامج وحدها هي اسم البرنامج وحدها هو انا عجبني هو اللي خلاني مش
نشارك معاكم في الحلقه هذه. فالفكرة برنامج الشغل مش عيب، هو الشغل نعم مش عيب ويقدمه قدام، يعني كيف ما انا نحكي لك تجربه باش نلخص لك الموضوع. الشغل يعني الاعمال الحره، انا عندي بشهادتي متخرج، طبعا متخرج بشهادتي وكامل ومكمل قريتي لعند الاخر. فالفكره العمل الحر والصنعه يعني تقدمك، يعني كان واحد من الناس انا العمل الحر بديت الحقيقه قلت لك لي 10 سنين نخدم، انا درت خطوه سمحه، قدرت نشري شقه وقدرت نتجوز في سن صغير، في سن 25 سنه. ربنا يعطيك التوفيق. في لي 3 سنين متجوز. ففكره العمل الحر، فاي شاب يعني امنيته ولا خاطر انه يكون مستقبله مش قادر يكونه، فننصحه بعد طبعا العلامه وبعد الشهاده طبعا نمبر 1 ولا كذا الاولى، حاول انه يخش في صنعه او عمل حر. بارك الله فيك اخوي حميدة، مشكور جدا وكل عام وانت بخير ان شاء الله. بخير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، هيك وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نحب نوجه تحيه للراعي الرسمي لبرنامجنا شركه لميس لمواد التنظيف. في الختام تقبل تحيات فريق العمل، في امان الله. الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير، يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.